مبدئيا الشكل بنقسم الى قسمين، قسم اثناء العباده وقسم بعد العباده. نتكلم الاول عن الشك بعد العباده، والشك بعد العباده زي مثلا بعد الوضوء او بعد الصلاه او بعد الصيام، واي شك بعد العباده ده ملوش قيمه وما تشغلش بالك بيه. خدها قاعده عندك، اي شك بعد العباده لا قيمه لها الا في حاله واحده، لو انت مثلا بتصلي وشخص شافك وقال لك انت نسيت ركعه، فهنا هو بياكد لك ان انت نسيت، فساعتها لازم تجيب الركعه دي. في رجل جاء للنبي عليه افضل الصلاه والسلام وقال له ان هو بيصلي بيخيل ليه وهو بيشك ان في حاجه خرجت منه ونقرت وضوءه وبطلت صلاته. النبي عليه افضل الصلاه والسلام قال له ان هو يكمل صلاته وما يقطعش صلاته الا في حاله انه يكون متاكد 100% انه خرج منه حاجه وسمع صوتها او شم ريحتها. غير كده ما تشغلش بالك وكمل وضوءك وكمل صلاتك، لان ده غالبا بيكون من الشيطان. وحل الوسواس اول ما يجيلك وتبدا تفكر فيه تقول امنت بالله ورسله واعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولو انت بتصلي تقول في سرك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتاني حاجه الشك اثناء العباده، وانت بتتوضى مثلا شكيت هل غسلت ايدك مرتين ولا ثلاثه. عامه في الوضوء العدد مش واجب، ومره واحده تكفي. ورد عن النبي انه مره توضا وغسل كل عضو 3 مرات، ومره توضا وغسل كل عضو مرتين، ومره توضا وغسل كل عضو مره واحده. كل دول سنه. اما لو انت اثناء الوضوء او بعد الوضوء تاكدت ان انت وضوءك اتنقض، ساعتها لازم تعيد الوضوء. واما الشك في عدد الركعات وانت بتصلي، ببساطه لو مثلا بتصلي العصر والعصر 4 ركعات وشاكك ان انت صليت 3 أو 4، ساعتها بتبني على الاقل اللي هما 3 وبتسلي ركعه كمان. وفي اخر الصلاه بعد ما بتقول التشهد وقبل ما تسلم بتسجد سجدتين سهو وبعدين بتسلم. النبي عليه افضل الصلاه والسلام قال اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري صلى 3 أم 4 فليطرح الشك وليبني على ما تيقن، ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم، فاذا كان صلى 5 شفعنا له صلاته، واذا كان صلى اتماما ل4 كانت ترغيما للشيطان. اما بقى لو زودت في الصلاه، يعني مثلا بتصلي المغرب 3 ركعات وفجاه لقيتك في الركعه الرابعه، ساعتها تنزل على طول للتشهد من غير ما تكمل الركعة، حتى لو انت في الركوع بتاع الركعة الرابعة ساعتها بتنزل على طول للتشهد وبتسلم. وقبل ما تسلم بتسجد سجدتين سهو، اللي هو بعد ما تقول التشهد بتسجد السجدتين وبعدين تسلم. وسجدتين السهو بيكونوا سجدتين عاديين زي باقي السجدات، بتقول فيهم سبحان ربي الاعلى 3 مرات بس كده. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسيش تعمل الحاجات الحلوه اللي هي لايك وشير والكلام ده، ولو استفدت تنقل الفيديو لغيرك وتدلع الخير كفاعله.